محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم، وثبتنا على ولايتهم والبراء من أعدائهم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أرجو من العريف الحافي أن قبل أن أبدأ كلمتي، وأنا قايم أشوف الأخ نساني، أشوف شوية جيبي ثقيل صاير، ظهر الخردة مع المدرسة نسيتها في مخباي، فعلشان أقدر أتكلم بسأل سؤال اللي بيجاوبه بيحصل جائزة، بس هذا لين خردة وأبغى اللي يجاوبون الخردة. تعرفون الخردة أقصد من؟ هذا لين اللي قدامي يا أحباب الله، ها؟ بارزين؟ عشان تفكوني من الخردة، سامعينهم؟ يلا اللي بيجاوب إلى 200 فلس. في آيات واجد ذكرت في فضل الزهراء سلام الله عليها، اللي يجيب لي آية فيها فقط وفقط عن فاطمة الزهراء ما حد يشاركها وياه ولا فيها تأويل إلى شيء آخر، يحصل من عندي 200 فلس بذات أولادي مع المدرسة، بعطيكم إياها وش أسوي. يلا لا ها تعال يا حبيبي تعال، هذا شاطر مع المدارس هذا. وش الآية؟ الكوثر. حبيبي قالوا الكوثر أن هي نهر في الجنة، بعد ما قالوا أن الكوثر هي فاطمة الزهراء. بس أنت مدام وصلت هني كم أعطيك؟ كم يعطونك المدرسة؟ حق المدرسة كم يعطونك؟ ربيتين؟ ما تدري؟ أنا بعطيك ربيتين، إيش رأيك؟ يلا بارك الله فيك. عفوا حبيبي، صل على محمد وآل محمد. صل على محمد. هذا الشاطر الشجاع قال إنا أعطيناك الكوثر. عاد البارحة أنا ترى سألت نفس السؤال، واحد جاء عقبه يقول فصلي لربك وانحر، ما تقصون علي مال المارخ، اتركوا عنكم جيبوا آية ثانية. يلا أو نقول سورة ثانية، بعض المتالي يقولون آية ثانية. ها وين اللي بيرفع إيده؟ أنت جاوب؟ أنت بس عيد السؤال أنا بعطيك جائزة، تعال. أنت بس عيد السؤال أنا بعطيك جائزة، وإذا جاوب جائزة ثانية، ثنتين. سورة الناس، عن وش هذه تتحكى؟ زين عيد السؤال بعطيك جائزة، يلا. انت تدري انت لا عدت السؤال ولا جاوبت، بس بعطيك انا جائزة من عندي، ايش رايك؟ بارك الله فيك. بس لا حد يقص علينا غيره. ها تفضل. ايه شكلك اتصلت بصديق، ها؟ الريف وين هو راح؟ مو تحسب الوقت؟ قلنا هذا ترى بس نفتك من الخردة. الاحزاب؟ تعال دصر، تعال دصر. يلا غش غش ما يضر، يجوز. يلا. وش رأيكم في الحجاب هذه؟ يقول إنما يريد الله تصلح هذه الإجابة. إحنا وش اشترطنا؟ قلنا يا جماعة، قالوا أهل البيت دخلوا فيها بعد من؟ زوجة النبي صلى الله عليه وآله، صح؟ ترضون؟ وينهم السادة؟ السادة يرضون؟ أمكم وياهم بعد في الآية؟ مو وياهم، بس مدام تجيت وعندك بعد تكنولوجيا الغش، زين 200 فلس. يلا أمان الله وياهم الزهرة، لا تخاف. ها ويش شكلك تبي ربيتين انت؟ أدري مو 200 فلس. يلا تعال. ها وش بتجاوب؟ أحسنت، أنت ما بعطيك 200 فلس، أنا بعطيك الخردة كلهم، عاد تشوفهم أربع خمس كيفك. صلى على محمد وآل محمد. الحين مخباي صار خفيف، أقدر أتحكى. هذا أنا حين أجاوب عنه ولا يهمك ولا يهمك. هذه هي الآية اللي راح أبدأ بها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال طبعاً وش اسمك اليوم؟ سيد حسين. بعد جدتك الزهرة لازم بتعرف. سيد حسين يقول ونساءنا ونساءكم،
يقول ابن تيمية، لما نقول يقول ابن تيمية متبركنها والفضل بما شهدت به البلي، يقول ابن تيمية بإجماع المسلمين ولا منازع، بعد ما في واحد اثنين ثلاثة، إنما يريد الله فيها اختلاف، فيها ناس نقول لا وناس تقول إيه، لكن هذه الآية من المجادلة ما يوجد شخص يقول ونساءنا نزلت في غير الصديقة فاطمة الزهراء عليها السلام. لكن خلنا نجي نشوف هذا ابن تيمية صدق لو دعاية صابون، خلنا نجي نشوف الآن من 1400 سنة ما تغير التفسير، كل المفسرين بإجماع المسلمين كلهم يقولون بأن ونساءنا هي فاطمة الزهراء. وعلشان لا أخذ من وقتك، لأن العريف ما قال لي ترى فعلا ترى اللي اتكلم تم ساعة مو محسوب، لو محسوب خلاني شنو على وجل، فبسرعة أقول لك يا مؤمن شو أقول لك، أقول لك بأن الآيات الأخرى فيها فاطمة الزهراء، وناس ما يقولون أعطيناك الكوثر مثل ما جاوب أن الكوثر هو نهر في الجنة لو فاطمة الزهراء، لكن هذا بإجماع المسلمين. وإلمن وليش في شنو؟ في أعظم آية بأنها تمثل الإسلام، كل الإسلام تمثل نساء العالم بأكمله. للشباب اللي يحبون الرياضة عندنا نادي المرخ، نادي الكذا، نادي الكذا، مو كذي؟ ويتبارون الأندية في بعضهم البعض، ولما نريد نمثل البحرين ياخذون الحارس من المكان الفلاني والدفاع من النادي الفلاني، وهذين كلهم علشان يمثلون البحرين في شنو؟ في كرة القدم، بعدين يجودونهم. فهذين اللي يمثلون البحرين في كرة القدم يمثلون البحرين من عدة أندية، يتكلم باسم النادي لو باسم شنو؟ اسم البحرين، مو كذي؟ إن صح التعبير أيضا فاطمة الزهراء الآن تمثل آل محمد لو تمثل الإسلام بأكمله، الإسلام بأكمله تمثل فاطمة الزهراء عليها السلام. فإذا كانت تمثل الإسلام، هل الإسلام يقر لها بهذا الشيء؟ خلينا نجي نشوف المسلمين، لا يحتاج تبطل الكتاب ولا تبطل شيء. شفتون هالشاطر هذا ايش سوى إلينا؟ وش سوى سيدة؟ راح إلى آية الله جوجل وطلع لنا الآية، بارك الله فيه، مو كذي؟ أنت اليوم تقدر تعرف تدخل على شنو صحيح مسلم، تعال يا صحيح مسلم، صحيح البخاري، كم تروي عن فاطمة الزهراء وكم تروي عن السيدة أم المؤمنين عائشة؟ قال أروي عن في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة 290 حديث. وإيش عندنا حرة؟ خلى تروي زوجة النبي لو لا، قاعدية النبي لو لا، حديث يعني وإيش؟ يعني كلام قالت قال 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 سموه شنو؟ حديث. فقاعدية النبي صلى الله عليه وآله وصغيرة 9 سنوات وعندها حافظة، مو كذي؟ لا عندها ولد مسجون ولا ولد مطارد ولا ولد مشرد، المرة تحفظ. شو مزعلنك؟ قال اللي مزعلني شنو؟ أن مجموع الأحاديث اللي ترويها العامة هي عن 2300 حديث. الله، إذا السيدة عائشة كذي تروي، يعني فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين كم تروي؟ ها؟ اللي أنت تعرف الروايات بعد ما يحتاج، أول ما يبدأ يبهم أول ما وإلى آخره، يعني كم في نضرب هذا العدد في كم؟ المفروض كعقلاء. لا، الآية قالت ونساءنا يعني تمثل الإسلام، يعني هذه الأحاديث 2300 نضربها في كم؟ المفروض إجماع المسلمين العامة لا يتجاوز 10 روايات، لا يتجاوز شنو؟ 10 روايات.
وتشيف لك دكتور إسلاميات في الجامعة، إمام جمعة، خطيب، اللي تريد نقصر ثوبه مطول لحيته على راحتك بكيفك، حتى بعد من داعش بتشوفه دائما وأبدا لا يعرف عن فاطمة الزهراء إلا أنها زوجة أمير المؤمنين وشنو وبنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخلاص. ترى مو أنا اللي أقول صلى الله عليه وسلم، هو زين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يقولون العلامة الأميني عليه الرحمة، ها جاوبني بدون جائزة لأن بعد محسوب علينا الوقت، العلامة الأميني وين مدفون؟ للكبار فقط. أخي أبوي قلت أخ أبوي يعني غلط بعد فهمها بعد أخي أبوي. العلامة الأميني صاحب كتاب شنو؟ الغدير. ترى بتحكي عليكم يا أهل المارخ، لا تفشلونا. يا الله، سمعتم من وراء الكواليس؟ أعد ارفع صوتك. النجف الأشرف من الآن بعد أمانة، إذا الله رزقنا وإياكم نذهب إلى زيارة منه العلامة الأميني. ترى أنا أجيب لك هذه القصة بعد ما يحتاج تحفظ الصفحة ولا تبطل كتب فلان وفلان وتقول أبغي كتب مثلا شسمه تيجاني وغيره، لا، عقلا قصة تحفظها الكبير والصغير. ترى اليوم لا تنتظر مدرسة جامعة تقول لك قال جعفر بن محمد الصادق، اتعب انت على نفسك. ها العلامة الأميني وش سوى؟ أشهر كتب هذا العلامة الكبير المدفون في النجف الأشرف، ألف كتاب من 11 جزء يسمى شنو؟ موسوعة الغدير. كان أهل بغداد هذلين اللي الشيعة حاربوا الدواعش باسم شنو؟ باسم العراق، مو جديد؟ قالوا لا، هذلين يقولون يا علي، هذلين عندهم فأوية، طلعوهم من الجبهة. شوف شلون، ايش سووا أهل بغداد؟ قامت قومتهم، راحوا اشتكوا عند الوالي آنذاك. أيها الوالي، ترى هذا الشيعي 12 جعفري رافضي، ترى هذا مجمع 11 جزء 12 كتاب، كل كتاب وش ذقامته؟ هذا بيطير عرشك. باختصار شديد قالوا جيبوا لي هذا الكتاب، جابوا لي 11 جزء. ها وش بتسوي فيه؟ قال خلنا أشوف. ما ولا جوليه يوم ثاني، ها وش رايك ايها الوالي؟ قال بعدي اقرا. يومين ثلاثه، اخر شيء قال بس قريت الكتب. حط بالك يا مؤمن، قرا الكتاب. قالوا لي يلا، ها وش بتحكم عليه هذا اللي الف الكتاب؟ قال جيبوا كتبكم كلها. جابوا جميع الكتب. يعني وش تفتكر الكتب؟ صحيح البخاري ومسلم وما ادري وش اللي في الجيس، ها الاسود كله جابوه صفوه له. تفضل هاي كتبنا. قال هاي كتبكم؟ صحيح بخاري ومسلم والترمذي والنسائي وما جو ودياجه وكل شيء. قال ايه. قال اختاروا، اما ان احرق كتبكم دلين كلها علشان اقدر اقاضي، وإلا فلا. طالعوا بعضهم بعض، أيها الوالي ليش؟ قال لأن جميع هذه الكتب المؤلفة اللي شفتها الغدير تصفحتها صفحة صفحة، لم أجد فيها إلا نقلا عن كتبكم. فبالتالي إذا ما تؤمنون بكتاب الغدير يعني معناته أنكم لا تؤمنون بشنو؟ بكتبكم. واحد يقول مو كأن احنا جايبينك تتكلم لنا عن فاطمة الزهراء. حبيبي انا مو منشد علشان اجيب لك هذا، انا اريدك تعرف عظمة الزهراء سلام الله عليه. انا ما اريد ان بنتي، مو زهراء، بنتي زهراء بالهمزة، لا، خل فكرنا يكون فكر شنو؟ فكر الزهراء.
صار عندهم هذلين حقد، قالوا أكيد هذا الآن بيصير قريب للوالي أكثر وأكثر، بتتقوى شوكته. اسمع القصة الثالثة ونسألك الدعاء. أهل بغداد اتصلوا إلى من؟ إلى العلامة الأميني. أيها العلامة، الليلة ترحنا عازمينك على عشاء. قال آسف، ما في نقاش ولا في شيء ولا محاصصة ولا في فئوية ولا في طائفية، بس نبغيك تجي تتعشى وتتمشى. قال لهم آسف، المهم بعد التي والتي الرجال. قال لهم بشرط. شنو شرطه؟ قال كما قلتم، تعشى وتمشى. قالوا إيه خلاص. جاء الرجال، راح إلى بغداد، من النجف إلى بغداد، اتعشى. قال لي يا شيخ، قال يلا بدينا عاد احنا، يا شيخ مو حرام هذلين كلهم علماء وحفظت رواية، والبعض يحفظ رواية آلاف الروايات، شو يقولون عنا علماء شغلتهم بس الأكل يمشون؟ احنا ما نبغى. قال انا وين اتفاقي وياكم؟ قالوا ليه ما نبغي شيء، نبغي ايش رايك كل واحد هذلين ترى حفظت القران حفظت الروايات، ايش رايك كل واحد يقول حديث ويمشي؟ احنا بين 70 إلى 80 شخص، كل واحد يقول منا حديث واحد وخلاص، ايش رايك؟ قال لهم عندي شرط بعد صغير. شنو؟ قال بشرط ان يكون الروايه صحيحه السند. شو تقولون؟ قالوا اتفقنا. تفضل. جاء الأول قال رواية، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. قال لهم أنا قبل لا أقول لكم الرواية أنا بسألكم سؤال. شوف هني يقول الخطيب شنو هني بيت القصيد، التفت لي. شنو بعد شرطك؟ أنت قلت بس رواية. قال لا، أنا أبغى أول شيء أقول فاطمة الزهراء عليها السلام تعرف إمام زمانها لو ما تعرف إمام زمانها؟ سيدة ما يحتاج يفكرون. قالوا هذا ما في لغز ولا في صيدة ولا بيصيدنا ولا شيء. سيدة قالوا كلهم ايش قالوا؟ يقينا تعرف إمام زمانها. هني بدأ السؤال، من هو إمام زمانها؟ طأطأوا رؤوسهم، وهذه التكملة عاد من عندي مو من القصة. نزلوا رأسهم كل واحد سلسل دنبته وشنو؟ وطلع. تدري ليش؟ للرواية الصحيحة في جميع الكتب بلا استثناء سنة وشيعة، إن الزهراء سلام الله عليها فارقت الدنيا وهي واجدة. احنا نقول على الاول والثاني والثالث، مو كذي الرواية ما تقول كذي. شو تقول؟ تجيبهم باسماءهم، سنة وشيعة، تجيبهم باسماءهم. بس احنا عندنا احترام شوية، لو واجد كيفك زين، تجيبهم باسماءهم، انها كانت واجدة. يعني مني يعني وش واجد؟ اكل جبن واجد انت تنسى. اسمع لك، يعني وش واجدة؟ غاضبة، يعني كانت غاضبة على الاول والثاني والثالث. يصير ان قلنا ان امام زمانها الاول وهي غاضبة عليه، ها شو تقول الرواية؟ صحيحة السند بإجماع المسلمين، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية. فاطمة الزهراء إما أن تكون والعياذ بالله ماتت ميتة الجاهلية، يعني شنو؟ يعني كافرة. ها أحد من المسلمين كفرها؟ كفرونا احنا بعد، مو بعد فاطمة الزهراء. زين، وإن قلنا بأن هذه الرواية مو صحيحة ما حد ينكرها، ها طلع منه الكافر. ولذلك حاولوا أن يوصلوا الشك إلى من؟ إلى الصراع شيعي شيعي،
واسمعني ترى هذا بحث علمي، لا تفهمني غلط يا مؤمن، لأن أنت تستأنس لما تعرف حقيقة عند القوم مو كذي، بس من يقربون شوية إليك تنقرص شوية تزعل. لا لا تزعل، نقاش علمي. ولذلك حتى في صفوفنا احنا نعرف علي بن أبي طالب، معقولة؟ ترى أنا مو من اللي قاعد أقرز، حط بالك مبحث علمي ها. زين، معقولة الإمام علي هذا الرجل القوي اللي إلى آخره من الروايات اللي نقول عنه بيهجمون على بيت فاطمة الزهراء، أنت ترضى؟ أنت شنو الوصية قيدته يعني الإمام علي؟ يقولون ليه النبي محمد يقول ليه ترى بيهجمون على زوجتك وإلى آخره وأنت أصبر؟ هذا يدخل في مخك؟ يعني معناته عجل قائدكم غلطان فاسحقوه. يلا ترضون على القائد يكون غلط؟ لا. ترضون على أن النبي محمد صلى الله عليه وآله قال كذي؟ لا. ها عقلنا شو يقول؟ يقول اخذ نفس شوية. عرفنا حين الجدل في وين صاير؟ معقولة يدخلون على بيت فاطمة؟ احنا نقول رواية واحدة، القوم يقولون اربع روايات. تدري لو ما تدري لطم العين ترى الوحدها هذا بالشارع، لطم العين الثانية ترى واحدها بالشارع، هذا موقف اخر. أنا بس أعطيك عناوين وروح ابحث، لا تبحث من كتبنا. تمزيق الكتاب هذا شيء ثالث، هجوم الدار هذا شنو الجزء الرابع. ولا طالع كتبنا، قلت لك طالع كتب القوم، واللي طالبني بالدليل أنا حاضر إليه. شاهدنا هذا قال عباب خيبر، أنت ترضى يعني يهجمون على؟ أقول لك قبل لا ترضى، لما نقرأ عشرة محرم، عشرة هي في الأساس كلها هذه المعركة اللي 100% ماتت منها الآلاف، كم استمرت؟ بسرعة قالوا ساعة أو ساعتين، أحد قال 24 ساعة ولا واحد من المؤرخين، كلها هذه ساعتين. حرب الجمل اللي قادته أمنا، 2000 نفر بإجماع المسلمين، كم استمرت؟ وحروب الأخرى والأخرى والأخرى. إحنا لما نقول عشرة نقرأ العشرة وهاي كلها نقوم ساعتين، هجوم البيت هجوم الدار كم يحتاج؟ إمام علي موجود، رواية ما في تقيد ولا شيء، وشجاعة وإلى آخره، ما نكرنا شيء. نقول لهم إذا أنت ما تدري لا تقشمر نفسك تشوف يوم هجموا على بيت سماحة الأستاذ الشيخ عيسى أحمد قاسم، كاميرات موجودة ويضربون الباب، وعدنا حضارية، هالقشمرات تتركها عنك، واللي ما شاف شاف نبيل رجب هو يصور وهم يصورون، لو سمحت ترى أنت عندك حضارية حياك ويانا، هذا قشمرة بيتي وبيتك لما يهجمون بعد يسوون كذي. ها ما يسمى بجزء من الأوقاف الجعفرية، يشيلون علم راية الإمام الحسين وهم يكسرون الباب. باب شنو؟ باب مسجد، وهجمون يكسرون باب وباسم الإمامة وباسم التشيع. هذول اللي بالسجون بعد اللي أصابهم ما أصابهم بعد كان باحترام، وتعالوا وخلنا نحاسبكم وخلنا نشوف من اللي يسوي فوضى داخل السجن، أخذوهم بقتة. فلذلك نفس الشيء الذي حصل على دار أمير المؤمنين إن صح التعبير هي مجرد ثواني. ولذلك أنت تقول بيت فلان فعلا دخل وكسر وشال وحطوا كم يعني ساعتين ثلاث، هي مجرد شنو؟ مجرد ثواني. فلذلك من أراد أن يبحث فليبحث بإنصاف. عموما أنا مثل ما ابتديت بسؤال خاطري أسأل سؤال بسيط لو ما يسمح لي بعد العريف أشوه، قال تفضل كان انحرج، بس عاد هالمرة مو خردة، سؤال كلش بسيط بس عاد مساكين كسروا خاطري الكبار، عاد مو تشوفون 10 دينار بس عشان اطلع العشر ربيات. سؤال مال ثواني بعد،
وإيش مستعدين لكبار؟ ها يعني الجواب مال ثواني. كلنا نزور الزهراء سلام الله عليها سواء كان في البقيع أو عند أبيها صلى الله عليه وآله. السؤال يقول: أي أكثر المعصومين الموجودين في المدينة أم في العراق؟ أبغى أشوف الأيادي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ها وين خطأ؟ منو اللي قال متساويين بعد؟ واحد مني قال واحد مني. والله أنا أشوف واحد مني قال واحد مني. أنا ما يخصني. الدينار هني. وصلي اللهم على محمد وآله الطاهرين. طيح في راس العريق. صبر النصر.